ليش ما عم ترد على التليفون؟ اهلا وسهلا. ما رح ادخل ما رح ادخل، تعال خلينا نمشي شوي. في مجال القط نفس؟ ما رح تلقط شيء. بسام كلها كام يوم وما رح تشوف شيء من هون لعشر سنين. ليش منار تشحطني معك على الخليج؟ ليش انت بتسافر؟ مو على اساس انت من جماعه انا حدودي من برزه للمزه وبتطلع روحي اذا بطلع من الشام؟ ايه خرجت عن الجماعه، غيرت المصلحه. خرجت؟ ايه. عرفت حالي تيم، عرفت انا عم موت كل يوم مثل اللي قبله، وخاصه هلا وانا عم تابع تونس، حاسس انه في حياه بمكان تاني مو هون. ما عاد يا رجل قدرت تشوف اخبار بقى، لك عم اكره حالي. انا بدي اطلع من هون خلاص، اختنقت. صار وقت لازم نجرب شيء جديد. اي شيء يخلي يومي يبلش بطريقه مختلفه عن كل يوم. يخلي يومك يبلش بطريقه مختلفه عن كل يوم؟ بسام انا راي على الخليج، انا ماني راي على زعال. بعدين ما في مكان بالكرة الأرضية كلها بيخلي يومك يبلش. تيم طلعني من هون، الشام خنقتني. انت ليش لحد هلا ما حدا التكشك؟ قر علي يلا. احنا لازم نفكر بشي نعمله. مستحيل؟ هاج اللي مستحيل. ضليت قلك مو كل مين ضد النظام معنا، وانت قلي لا، مرحلة بحاجة فيها للكل، وبس نصير دولة مدنية نحتكم للصندوق. للصندوق ما؟ هذا الحكي قبل ما تطلع داعش، لسه متذكره أنا هذا الحكي. أنا باقي اللي متذكره. صناديق صناديق صناديق. هذا الحكي من أول ما بلشت تطلع ميت مصيبة ومصيبة. من أول ما طلعوا طز طز حرية. لك شو فرقوا عن طز طز حرية الأولانيين؟ احنا على قولة معلش معلش. وقت جرب افتح تمي بكلمة حس حالي منبوذ. معنا استرجيت اقول انه انا مع السلمية صارت تهمة، صرت خروق لاني بدي المظاهرات تكمل. ما كان في قدام منا خيارات كثيرة، كانت الفكرة انه نستوعبهم ونتركهم ياخذوا حريتهم ويعبروا عن رأيهم، بس بالاخير كلياتنا قلنا لا. ما في حل ثاني، هذا اللي شاطرين فيه. خذ لك انا على داعش واخواتها، وانت على قولة مستحيل، هذول ناسنا يلي. انت كأنك عم تسمع؟ مو كل الحديث يعني، بس عم بفهم عليك. النق تبعك بعرفه، ما انت طول عمرك بتحكي فيه. هو الوجع خف شوي بإذني يعني. شوف انا عندي فكرة. شو؟ مع انه الحق البوم يدلك على الخراب. اللي عم بيجيب المي والخبز سوري. يعني فينا ناخذ ونعطي معه. فأنا رأيي هاي فكرتك. اترك علي اترك علي إلا ما لقيت مفتاح. أنا بعرف ناسنا منيح يا بسام. حاج لقلي هجمي. ها اجوا ياخذوني. تيم إن شاء الله رح يقعوا راسي إن شاء الله. بسام
فكني Yeah.